احنا في عالم متغير، فلا بد ان يكون عندنا طالب وبنعد مواطن قابل للتغير، عنده مرونة فكرية، يتمتع بمهارات القرن. كل دي خصائص المتعلم في هذا الزمان. عشان كده لابد ان يكون في مناهج متطورة، وده اللي احنا قايمين عليه الوقت، ان احنا بنطور المناهج. وصلنا هذا العام للصف الخامس الابتدائي ومستمر عملية التطوير، ومش هقدر اقول لك ان النهاردة عملية التطوير انتهينا من مرحلة الابتدائي هنخش على الاعدادي ونسيب الابتدائي. تطوير المناهج وتطوير العمليات التعليمية اصبح في هذا الزمان وهذا العصر امر مستمر واجب سنة بعد سنة. بنهتم مثلا بالقيم الإنسانية، بنهتم بالانضباطية داخل المدرسة وخارج المدرسة، بنتكلم بكيفية القيادة والريادة وزرعها لدى الطالب، ونعمل انضباط ذاتي للطالب بدون ما نيجي معلم ويتحرك يمين ويتحرك شمال ويطلع الفصل وينزل. لا، في انضباط ذاتي، وده اللي احنا بنشوفه لما بنشوف طلاب بره مصر، ازاي عند كل واحد عنده تحكم ذاتي في انفعالاته وتحكم ذاتي في اخلاقياته بدون ان يوجه من اي من المعلمين. نتكلم برضو في تفعيل البيئة الصفية الغير تقليدية، بدل ما نعلم الولاد داخل الفصل الدراسي التقليدي، لا، بناخد بيئة صفية مختلفة تماما حتى نحدث تعليما جاذبا. نهتم بالمعلم اللي هو عصب العملية التعليمية، كيف نحول المعلم إلى مربي. المجتمع المدني عليه دور كبير جدا، والمدارس الخاصة بصفة عامة هي جناح، وجناح قوي موجود في الدولة، وبالعكس أنا عارفة أنه بيقدم حاجة كويسة ولازم يقدم حاجة كويسة. طبيعي أنا مقدم خدمة، وأكيد زي ما أنا بقدم خدمة هو ده عملي زي ما هو قال، ولازم يستفيد منه. السنة دي بنقدم حلول إبداعية أو حلول خارج الصندوق لمشاكل التعليم. هتقول لي مثلا زي إيه؟ زي مثلا موضوع الدروس الخصوصية والسناتر، بالنسبة لنا لغناها وجبنا المدرسين هنا زي ما هتشوفوا دلوقتي. موضوع الانضباط الضباطي، احنا ما عندناش طالب يطلع فيه من الفناء للفصل مع مدرسه، بيطلع لوحده، مدرسه يقابله على باب الفصل زي ما تشوف. عملنا السنه دي حاجه جديده، ان احنا حددنا دروس معينه في كل منهج تدرس خارج الفصل، على النيل، في الاهرامات، في الصحراء، في المصانع، حسب الموضوع اللي في الدرس ده، شيء اساسي.